صباح الخير عليكم كليين ديالنا عشاق الاناقه. اليوم جبنا لكم عاوتاني البغوشي اللي سوا زبيون واحد الثمن غزال، بقى فيهم بياسة كنا نديرو فيهم واحد الصود، علاش لا حتى الكليين ديالنا يستافدو معانا، وحنا نبرعوكم في الشكيلات والموديلات وثمن زوين. برعنا خويا مرحبا. ثمن غزال، صباح النور عليكم. اليوم واحد الهوته فكره انيقه وجميله، بغوشي دو سوا قفطان لبيسات كشيطه كيف ما عشقت خاطرك، بدعي وتبرعي ولبسي ليا مع راساتك. الوغ كي قال لكم السي حسين كاين واحد الاختلاف اللي هي حاجه واحده، هاد لي موديل اللي كندوزو دابا ان شاء الله فيهم بياسه، بقات هاد التشكيله قلنا غندير فواحد البروموسيون غزال، واحد لي بياس غنبداو بهم الثمن ديالهم غادي يكون 400 درهم حصري ولاول مره. بروشيات ديال 1000 درهم 1200 درهم غيكونوا بثمن 50% تخفيض خيال. الوغ دابا تبرع معايا في موديلات ديال 400 درهم، 3 متر على متر ونص، بروشي دو سوق غني على التعليم. انا حبيبي زوبي لي عندي ديطاي ديال البغوشي، ها شي حاجه اللي غزاله وانيقه وجميله. الميتراج ديال البغوشي 3 متر على متر ونص، يقدر يجي قفطان اون بيس، بغيتي تزيدي اون دوزيام بيس وديري البيسات كشيطه بصحتك وراحتك تبرعي مع راساتك. هاد لاختيك الاول بغوشي غزال داخله منو لوغونزا ديالو، منبت بحجيرات زوينين بالابي. الثمن ديال هاد التشكيله الاولى اللي غندوز غادي يكون هو 400 درهم السي حسين. الثمن الظهر ديالو راه رطيطب ما يحتاجش يتبطن، الا بغيتي انت تبطني وعشقتي مثلا هاد الخضيضر، هاد البغيك اللي مرشوش فيه، هاد لو جون بوسان خضيضر هذا فيغ او اي لون عشقتي، هادو سي كولور بيج بيج دوري، سي كولور بيج ماريه مع اللون اللي عشقتي وحبت خاطر. يعني اللي استفدت من هاد لابخومو بصحتها، واللي ما استفدتش ما تقلقش علينا، غادي نوفر تشكيله اخرى وغادي يكونوا تخفيضات اخرين وغادي يكونوا دي بروموسيون غزال. درك هنا نهار اش سي حسين؟ نهار السبت ان شاء الله. السبت جاي غتكون واحد لوف غزال. كاين واحد المفاجاه نهار السبت ان شاء الله. لاول مره. خليوها حتى السبت. خليوها حتى السبت ان شاء الله. انا حبيبي هذا البغوشي الاول. الثمن 400 درهم كنعاود نذكر. لي بيس سون اونيك، الا عيطتي وكوموندي هذا ما لقيتيهش غير كوموندي في حاجه اخرى وما تقلقيش علينا. عرفتي راه واحده اخرى سبقات وكوموندات. هاك حبيبي اسمح لي زيد لك هذا البغوشي. انا الشق انا صح حبيبي شي حاجه اللي غزاله 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 انا حبيبي شي حاجه اللي اوريجينال صراحه تستاهل اكثر، ولكن انت الكليان ديالنا يستاهل يلبس احسن ما كاين في السوق بثمن غزال. عودناكم على بروموسيون هذا الاسبوع، ما درنا حتى شي تخفيض، قلنا غنديروا تخفيض في البغوشي دو سوا هو الاول، باش اللي مازالش هو في شي قفيطين وبغى تلبس منه هذه هي الفرصه. اوردري ولبسي مع راساتك بغوشي غزال بثمن انيق، واللي خدات منه بالاثمنه الريال باش كانوا دخلوا ضروري ما تقلقش حيت خدات لاختي كيفاش يلاه دخل. دابا بقاو غادي بياس اوني قلنا غنديرو فيهم الصوم باش اللي مازال شهوته في البغوشي حتى هي تكوموندي وتلبس وتبرع مع راساتك. انا هذا البغوشي الثاني، شوف معايا عاوتاني هذا النوار هذا عشاق الاناق. انا حبيبي دي بياس اونيك تنقولها وتنعاود نقولها، راه بياسه كميه محدوده. هذا بغوشي دوس واحد حتى هو ديال تركيا، شي حاجه اللي انيقه مازال يتخدم مازال يتنبت مازال سا ديبون كيسيون دو كول اللي غتلبس، اما هو راه مكيطلبش شي حاجه كثيره، راه يقدر غير الخياطه وانت لابسه قفيطين غزال وانيق. واللي عنده شي اعراض راه يلاه تاخذ التويب ديالها يلاه توجد يلاه تخيط ان شاء الله. حنا مقبلين على الصيف مقبلين على العرسات ان شاء الله، الله يكمل بالخير على كل واحد. امين امين. والعقوبه اللي غتشري منه وتخيط وتعرض به حتى هي تجوج وسهل على الله ياك الساس. شوف معايا عاوتاني هذا الموديل، انا هذا الميتراج ديالو راه وافي في تقريبا شي 4 متر، شي حاجه اللي غزاله 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 اوريجينال. هادو الاثمنه ديالهم كانوا 1200 1000 درهم 800 درهم، حنا جمعنا شي على شي وقدرنا لواحد الكوليكسيون 400، والكوليكسيون الثانيه غتكون ب 600 درهم فقط، يعني راه هاوته. حاجه اللي غزاله والصراحه اللوينات اللي مازال متوفرين راه كاين فيهم لو شوا بيان سور، بالنسبه للسميمره بالنسبه للبيضه كيف ما كان لو دان ديال ضروري غتلقاي شي واحد اللي غادي يعجبك. ولا خديتي هذا راه ماشي ضروري تخيطيه دابا، تقدري تستافديها من لا بروموسيون وتخليه ملي غتجي وقته غادي تلبسيه. البغوشي راه معمرو ما كيديمودا راه دوبي توجو كاين، وعاوتاني راجع لا كروند مود ديجا كذلك ومثال راه لبسوها والدينا وجدودنا وعاوتاني رجعت لا كروند مود جوهره كذلك. كاين دي زارتيكل اللي ما كيموتوش تيبقى توجو على طوندونس، انت كتحييه وتعطيه قيمه اكثر باللمسه ديال الخياطه ديالك. انا حبيبي شوف معايا عاوتاني هاد البغوشي هذا
حاجه اللي غزاله حتى هو انيق. هذا اللون ديالو بحال الفجلي. الشق الاناقه تتبغيك فيطين من ما هو شي حاجه رويال. هادي دابا كوليكسيون الثانيه عمي الحسين، هادو 600 درهم للتذكير، 600 درهم. هذا الثمن ديالو كان 1200. 600 درهم شي حاجه غزاله اوريجينال. كي تنقولوا حنايا راه فابور بالنسبه للاثمنه ديالو، راه فابور حتى الكليان ديالنا يستاهل كل خير. انت شوف معايا هذا الشكل، هذا راه كندير الضجه حتى هو، كان عليه واحد الطلب رهيب وطلب كثير، بقى فيه حتى هو دي بياس اوليك. قلنا حتى هما غادي ندخلو في لا بروموس، كلشي يتبرع ويلبس. هذا موف كلاك حجري، لوين غزال وانيق، حتى هو شكيل رائع رائع رائع. الظهر ديالو رطيط راه نفس الكونسيبت كلهم، راه تقدر يجي قفطان اون بياس الى عشقتي الدبسه، ديك الساعه توصلي على الخاص وزيدي كوموندي دوزيام بياس اللي بغيتي معاه، خيب ولا لاسوار ولا الدغا ولا اللي حبات خاطرك، وتبرعي مع راسك خيط اللبسه ديالك بصحتك وراحتك. انا حبيبي شوف معايا لاكولور، هذا لوين عريسات اللي بغى ياخذ الموشيق فيطين غزال، شي حاجه ملكيه اوريجينال. انا حبيبي بوش دوغي دون صابليك محبوب الجماهير، لوين راقي هذا، حتى الموتيف موتيف راه غزال، شي حاجه اوريجينال، تحفيظ خيالي 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 والله. الا اول مره حصريا كنا درنا داك العام واحد لابروموسيون بحال هكا ولقات الاقبال، وعاوتاني كنا نركزوا عليها، لقيت لنا واحد التشكيله بقات دي بيس مني، لان علاش الكليين ديالنا تما ما يستافدوش عاوتاني معانا من هاد لابروموسيون. انا هذا بلو جين او بلو سيان، شي حاجه اللي غزاله غزاله اوريجينال حبيبي، 600 درهم فقط، ثمن غزال وثمن مشجع لعشاق الاناق. انا صراحه فقط شي حاجه طوب، لبسيك وتبرعي مع راساتك، قفطان غوب تكشيطه كيف ما شفتي، لبسيك وتبرعي. لي بيس اونيك تنقولوها تنعاود نقولوها باش كليان ديالي ما تواصلش معايا الخاص وما لقاتش لاختيكل، ما تقلقش عليه. هذا راه تقدري تخدمي على دو الخاص بازي على الدوجه هذا، اولا تخدمي على الدوجه هذا. شوف انت الكونسيبت اللي ارتحيتي فيه، ما بغيتيش هاد اللوينات شارجي، تقدري تبوزي على الدوجه هذا، وهاد لابارتي ديري لها الغابيل في لي مونش ولا سا ديبون تي الموديل لاكو كيفاش غتبغي تسلل الفيطين ديالك اولا لبيسه بيان سي. اهم حاجه هو الميتراج، الميتراج راه وافي. شوف معايا عاوتاني هاد البوردو هذا، انا شي حاجه غزاله غزاله. كي تنقولوا ديما السي حسين خدات شي حاجه بالصحه والراحه، واللي ما خداتش تاخذ في محسن ان شاء الله. باقي جايين فكره كريم، باقي جايين دي بروموسيون داخل جديد، كاين واحد الفكره ان شاء الله واحد النهار السوق غتوجد واحد كوليكسيون زوينه. وكاين هاد لاكولوغ هادي حتى هي تقريبا راه كتشبه لهاد لاكولوغ دازت، ولكن راه مختلفين في الموتيف ديالهم، الزواقات ديالهم راه مختلفين. انا معاك وهذه التشكيله، هذه اطلاله جميله هذا الصباح، اللي استفدت من هذه البروموسيون بالصحه والراحه، واللي ما استفدتش غتستافد من حاجه اخرى ان شاء الله اكيد. ما تنساوش تدعمونا بالجيم والبارطاج وتابوني معنا وخلينا شي كومونتير زوين، خليونا بلوس دو لايك بلوس دو كومونتير باش نعرفوك تفرجتي معنا في هذا الفيديو وتفاعلوا معنا. وصباحكم مبروك، اللي خدات شي حاجه بالصحه والراحه، واللي ما خداتش غتاخذ فيما احسن ان شاء الله. نستودعكم الله السي حسين، السلام عليكم.